كالعادة هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. وكمان اللقاء لقاء سيادته خلال كلمة خلال القمة أو إلقاء كلمة خلال القمة عرض فيها رؤية مصر خلال قيادة النيباد على مدار عامي 2023-2024. أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض ملفات العمل الخاصة بقطاع السياحة والآثار، وقال إن الدولة عندها خطة لتحسين التجربة السياحية في مصر وتعزيز التكامل بين قطاعين السياحة والطيران. أيضا كمان وزارة الداخلية أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقديم لكلية الشرطة. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وده على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. خلال اللقاء أكد الرئيس تميز العلاقات الثنائية اللي بتربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية اللي بيوليها سيادته للتنسيق وللتشاور مع الرئيس ويليام روتو بشأن القضايا الإفريقية بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما تجسد في كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين الرئيسين خلال الفترة الأخيرة. امبارح استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين، من حيث سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034، بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات اللي واجهناها، وعلى أن تتم صياغتها بالتنسيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد ليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية خلال عام 2034. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 كان من منطلق حرصها على المشاركة بفعالية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم بما يتناسب مع مبدئي الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بوزارة السياحة والآثار، وقال رئيس الوزراء إنه عندنا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو اللي بيعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة اجتماع استعرض فيه حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال. ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات اللي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية. امبارح أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. أما بالنسبة للأخبار أخبار المحافظات، فامبارح في القليوبية تم إطلاق مبادرة قريتي جميلة ونظيفة في مركز بنها، أما في الغربية فقدمت حملة 100 يوم صحة خدمات طبية وعلاجية لأكثر من 259,017 مواطن. كمان في الشرقية تم الإعلان عن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه. أما في المنيا تم توريد 472,000 طن من القمح للشوان والصوامع. خلينا نتابع أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية تم تدشين مبادرة قريتي جميلة ونظيفة في مركز بنها،
المبادرة بتستهدف 40 قرية خلال الفترة من 16 يوليو لحد 27 يوليو، وبتشمل أعمال المبادرة نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة وزراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة. في الغربية أكدت المحافظة أن جهود الفرق والأطقم الطبية خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة قدمت 259,017 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة، وده من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأم والجنين والسمعيات والتقزم والأنيميا. في سوهاج أعلنت المحافظة أن مديرية العمل قامت بتعيين 719 شاب بمنشآت القطاع الخاص، منهم 8 لذوي الهمم، وده من خلال شهادات القيد المسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال توسعة وازدواج ورصف طريق أبو حماد العباسة بدءاً من أمام مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية وصولاً لكوبري العباسة بتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، وده لتخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي امبارح 21 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، من ضمن 129 رحلة طيران بيستقبلها المطار طوال الأسبوع، وبيتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم بفنادق مرسى علم. في المنيا أكدت المحافظة استمرار الشوان والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، وتم توريد 472 ألف طن من خلال 42 موقع تخزيني، وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 243 ألف فدان لهذا العام. في الدقهلية تم تنظيم معرض جديد لتوزيع الأساس المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لدعم 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بعدد من قرى مركز المنصورة، وده في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً. في المنوفية أكدت المحافظة أنه تم إدراج 7 شوارع ومحاور مرورية هامة ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد من شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية بالعاصمة لخلق محاور جديدة بتساهم في تخفيف الاختناقات المرورية.